وبدل الادانه سخر نظام الدوحه منصاته الاعلاميه للترويج للميليشيات الحوثيه الارهابيه حيث واصلت وسائل الاعلام القطريه الترويج وتبني وجهه نظر للميليشيات الحوثيه عبر منصاتها المختلفه كما خاصت القناه الاخباريه التابعه لقطر شاشتها لاحد قيادات الميليشيات الحوثيه بعيد دقائق من اعتراض الصواريخ الذي ظهر في القناه الاخباريه مهددا ومتواعدا تحالف دعم الشرعيه كما ادعت القناه الاخباريه ان تلك الصواريخ وقعت على مطارات في عده مناطق من السعوديه من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض